السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس اللي عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جزاء خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء. غادي نكون معكم صارح في هذا الفيديو، ما نكذبش عليكم. شهاده السريعه هذه قسما بالله العلي العظيم اليوم الجمعه الى وليت كنشك انها انسانه عاديه، حيت ما يمكنش مورا هادشي اللي سمعت دابا راه ما يمكنش هاد الانسانه تكون انسانه عاديه. اما السريعه مريضه بسيكوباطه حمقى وحنا دايرين فيها راسنا وخاصها تمشي تعالج، اما هاد السيده موراها شي حاجه. ما يمكنش شي واحد انسان عادي وفي كامل قواه العقليه عارف راسو راه كيغرق وعارف راسو هادشي اللي كيدير راه ماشي هو هذاك، وشاف المرافعات اللي كانت البارح وشنو اللي تناقش في المحكمه، وغاد تخرج بديك الجرأة كاملة البارح وغاد تضرب في المحامية وفي الأستاذ وهكاك، والتعاليق غيهجمو عليها وغاد تعاود تستمر اليوم عاوتاني كتر. راه ميمكنش واحد إنسان عادي راه يخاف على راسو، سيرتو شي واحد اللي هو عنده بنية وواحد الأم اللي عندها بنية، ميمكنش غادي الإنسان غادي كيزيد فيه. إلا جوج حالات، إما كما قلت لكم إما هاد السيدة إما مريضة، إما هاد السيدة موراها شي حاجة ولا كتخدم شي أجندات ولا شي حاجة خارجية. حيت ميمكنش واحد انسان عادي غيدير هاد الفضيحه وهاد الشيء وغادي يبقى بحال هكا كل ساعه خارج علينا، كل ساعه كتحدانا، كل ساعه كتستفز المغاربه بالعاني باش كتير الجدل. نحن عارفين قالت لك ديما ما كاينش شي فيديو كديرو ما يكونش فيه رسائل مشفره، هادي قالتها هي، قالت لك ما كاينش شي فيديو كنديرو غير هكا ضروري من الرسائل المشفره. غنسمعكم هاد الشيء اخوتي وقولوا لي نتوما واش هاد الشيء كيبان لكم نتوما نورمال، كيبان لكم اخوتي نتوما هادشي نورمال؟ قول لي اه كيبان هادشي نورمال. انا بدا كيبان هادشي ماشي نورمال، انا صافي حنا تقهرنا وهي باقا ما تقهرتش. كذب عليكم، نجيكم الصراحه ديال المحاماه كنقول لهم من الكالخ ديالكم ما كتفرقوش ما بين العبايه والروب. حيت هي البنت الحرام اللي بغات تضرب في الاستاذه، راه حيت بنت الحوض بنت الحرام مقطره، راه نهار تخرج تبكي ولا نهار تعتقل ما تخرجش تقول ظلمت هاد السيده ولا شي حاجه. لبسات البارح بحال لبسه ديال المحامون بالعاني، وما فكرت لبسها انت بحال هكا غير ما لبستهاش قبل، نهار جلسه عاد لبستها زعما صدفه ونات بالعاني باش تضرب في الاستاذه. سمعوا صدق كنقول لكم الروب ما غاديش تفهموا ما معنى الروب. ديك الروب الروب ديال المهنه. انا اللي لبست البارح لبست الكشخه اللي قالوا الخليجي. ايوا قولي لينا حنا عرفنا لبست الكشخه. الكشخه خوتي الكشخه عرفتوا الكشخه؟ ما تعرفوهاش انتوما الكشخه، هذه كيعرفوا الخلفين وكتعرف السريعه صافي، ما تعرفوش انتم الكشخه. انا ما عرفتش الكشخه، ما علينا نكملوا. لبست الكشخه الخليجيه، العبايه والفراشه والطالون، هادشي اللي لبست. الناس اللي كتعرف في الباس وفي الموضه راه عارفه شنو لبست. انتوا غادي واحد الكلام اللي هو خطير بزاف، اقسم بالله العلي العظيم هذه ما انسانه عاديه. دابا صافي تاكدت بالطابع ان هذه الانسانه راه ماشي عاديه، وكنتمنى هذه المقاطع يوصل الاستاذ الروقاني. سمعوا واش استعمل بيغال وعقول العصافير؟ فقال لك انا البارح قلدت الروب، لا حول ولا قوه الا بالله. دائما كنقول لكم مع من مشاركين الاكسجين يا ربي السلامه، واحد الكلخ واحد الكلخ، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اش كنقول لكم الى السي محمد دار من داك الجهه فراه يستاهل، يستاهل الوسخ ويستاهل داك الطليه ويستاهل الجهد. دابا نشوف شكون اللي موسخ ودابا نشوف شكون. لا هو من ساهمنا ولا حنا من ساهمو. اش زوجي؟ لان تما غير فقط. اش فقط الشعبية؟ يوم كيشات كوم البنات لبسات البارح انا حمقتني عجبتني بزاف، وستيل زوين رائع. ومازالت ما تقول الاستاذ. وفيه الراحة. كتحسي مرتاحه محرره ما مصعوداش ما ما كنطمعش. اكيد حتى نتوما عجبتكم ان شاء الله مزيد من التالق غادي يكون ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كتهدد بالشكايات فكنقول اعلى ما في خيلكم اركبوه. مازال كنقول اكثر من هذا الشيء راه ما كاينش، اكثر من هذا الشيء راه ما كاينش. باش وحده تخرج تضرب في الاستاذ وفي الاستاذه وكتخرج كتحدى عاوتاني المغاربه اللي كتستفزهم، كتقول لكم اغلى ما في خيركم سرجوا، ولا اغلى ما في خيركم سرجوه. هادشي راه ميمكنش، شي انسان عادي غيدير بحال هادشي ومازال عارفه ان لا نطلعي ام وان الضماء راه كارثه في كاع حياتك مع الاستاذ. وسمعوا الكلام الخاطر مازال. الله يحفظكم
تتبع الاسم من فلان زوج فلانه الى في السيد فلان. هنا راك تضرب في الاستاذ، هنا كتضرب الاستاذ، هنا سمعوا راك تحدى الاستاذ باش تولى واحد البقه تخرج في مواقع التواصل الاجتماعي وتهدد واحد الاستاذ وتقول له على بخيرك سرجو. كيفاش زعما راه كاين القانون في البلاد البقه، اش باغا توصل للناس؟ عادي الاجرام اللي بغيتي وما تخاف من والو. ما كاين لا نصب ولا زعتر، مازال لو كان جاو الفلوس في سميتي غنقولو، والحمد لله ما عمر جاوني الفلوس من ديك السيده في سميتي. كنا كنقولوها هاد القضيه الحمد لله، كنا كنقول لكم الفلوس راه ما كيجيوش في سميتها هي، الفلوس راه كيجيو في سميت العكوشه. العكوشه يعني السريعه كتعطي لها كارت ديالها، ما تبغيش تخلي لي تراس، لان هي موالفه بهادشي ديال الشفره والنصب والاحتيال، ما كتخليش موراها الدقه. شنيتيكا كنطالبوا بالخبره ديال الحساب ديال السريعه، راه شافوا لي مشي وحدين في البنكه فاش خرجت فلوسها، بس زعما كاين يقولوا راه كاين كشف الحساب، كاين الخبره على الحساب لي غولفي لي غولفي بونكير، غادي نجيبوا لك جميع لي تخاص اشنو دخل في داك الحساب وشنو خرج منه، وعاد غيشوفوا الحساب ديال شنيتيكا حتى هي. الحمد ما عمر ما شديت انا الفلوس من داك السيده ولا من راجلها ولا في سميتي ولا في سميت حد اخر ولا حتى حاجه، اللهم لك الحمد. والسكرينات ديال داك الشدان ديال الفلوس اللي بالاسم وكلشي بالتواريخ، راه حتى رقم التليفون ديال الزوجه، رقم التليفون ديال الزوجه لا مازال راه هربه، ماشي عاديه. خليكم معايا في الفيديو غتسمعوا شي حوايج قسما بالله على الهربه، راه ما يمكنش هاد الانسانه تكون انسانه عاديه بهذا الشيء اللي كتقول. سمعوا مازال غتسمعوا شي حوايج اخطر من هذا الشيء. الاسم ديال اللي يشد كلشي، ديروا نصب وديروا احتيال، النصب هو اللي كان غادي يوقع لي انا، النصب هو اللي كان غادي يوقع لي، ولكن الحمد لله. كتمعني اقسم بالله عاد ان دابا انسان مكلخ، انسان جاهل، الدري صغير غتسمعوا هاد الهضره ديال السريعه غتقول على ما تقدر يقول كضر الاستاذ. هنا كتمعني الاستاذ لانه هو اللي كان باغي ينصب عليها، هو اللي كان غيحتال عليها، هو اللي هادي حنا غنشوفو داس الحياة. اللهم لك الحمد، عقلي فكيت راسي، كان غادي توقع لي واحد النصب، كان غادي يوقع لي واحد النصب، لا حول ولا قوة الا بالله. وكنبقى نشوف كنشوف كنقول شو بزاف ديال الهضرة، يا ريت لو كان كنت نقدر نقولها باش نحط الانسان باش يشوف على حقيقته. سمع 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 سمع، الضرب في الاستاذ مباشره، الضرب في الاستاذ والاستاذه مباشره، راه لما تعتقلت هاد السيده عرفوا راه موراها شي اجندات كتخدمهم من الاخر. انا هاد السيده مشات بعيده اخوتي في الاجرام ديالها. دوماش، خلي كلشي في قلبي، المهم انني عرفت راسي معامن الرباعه، شنو سميت هذاك الرباعه؟ سمعوا الرباعة هادك، دابا تشوفي الرباعة كنت أتعرض للنصب والاحتيال لولا لطف الله ولولا شوية من الذكاء ديالي وفهمت الخطة. سمعوا كان غادي تنصب عليا، اللهم لك الحمد. على سيدة تجري خوات الحساب ديالها، كنتمنى أن دار شي خبرة على الحساب ديالها حتى بلا التعويضات، لكن ما حد ربي معايا والله ما نخاف. دابا نشوف واللي بغى يدير شي شي كيدير. شتي حتى رئيس موزمبيق، رئيس موزمبيق اييه، وشكون اخر؟ نيجيريا، واحد الوزير في نيجيريا، مالي تما واحد الوزيره في مالي، كلشي هادو قالوا لي غادي، سمعت بانهم غادي يديروا بيا شكايه. حتى هادو راه باغيين يديروا شكايه، هذه راه مريضه هذه، واللي بغى يدير شكايه على ما في خيرو يركبوا. سمعوا لا والله ما عادي هذا، اما مصافيه اما تلقيكم بحدا من جوج. عرفت بان اللبنه رقم صعب فعلا ورقم حيركم. دابا شنو، انا شفت بان شخصنوا الامور، وليت عدو لاي واحد، وليت واحد الرقم صعب كل واحد كيتمنى يطيحه، شي حاجه زوينه بالنسبه لي. هادي راه فخباركم، هادي راه صافي، انا صافي، هادي سالات معايا اللي كان غالي عوك عوك، وزيد الراي البيضاء مع العائله المشنتك اخوتي، اعلن انسحابي، اعلن انسحابي الملف سعاد. هادي راه ماشي انسان عادي، هادي راه كيحسب لها راسها راه ما عرفت فين وصلت، راه ما عرفت شكون، دابا حنا كنهضروا عليها كيحسب لها سطات، هي قالت راسها رقم صعب، وراه هي مستفزه مثيره للجدل بالشهب والفضايح والتحراميات، ولكن باش تقي تنوضي تهدي. حنا راه كنسمعوا غير سمعنا غير لفيت، حنا كمتابعين من سمعنا ان استاذ دار شكايه بها
راه جاتنا شي حاجه كبيره وتخلعنا سيدي ما مخلوعاش، دير بيا الاستاذ شكايه ولا دير بيا الاستاذه شكايه ولا هيئه منظمه. ما مسوقاش هاد السيده مبارده الدم وخارجه، هي كتبرد على قلبها ماشي ما كتبردش على قلبها، ولكن بهذا الشيء كتستفز الناس. الناس ملي غايشوفوا هاد الشيء بحال هكا ما يبقاش الاحترام للاساتذه بحال هكا، ولا من هبه وهذا بنو يقلل من الاساتذه ومن هيئه منظمه. فهمتوا انسان ماشي غادي غادي خاصها تعاقب باش تكون عبره لغيرها، سيرتو المؤثرين اللي كيديروا بحال الفضيح راه خاصهم يتعاقبوا باش يكونوا عبره لغيرهم. بحال هادي خارجه مازال كتحدد الاستاذ، حنا عارف الاساتذه علينا بالاحترام، المحامون علينا بالاحترام، مؤسسه الدوله علينا بالاحترام. ملي غادي ولا مواطن مواطن مكلخ، شي واحد مكلخ اولا شي واحد جاهل ويدير اليوتيوب تا هو يخرج يشوف واحد الاستاذ، واحد الاستاذه اللي قرا تعيه وقرا تعيه وكارير ديالهم ولي ستاج والخدمه هنا ديالهم، تنوض واحد عمرو قرا شي حرف جاي مجلوق من الشوارع ينوض يضرب في الاسامي مرمدهم بهذه الطريقه، راه ما يمكنش الا ولا كان مريض قد لكم ولا غير تساوي ولا شي حاجه. راه هادشي راه بزاف. اخوتي الله يحفظو صافي، خلوا لي الراي ديالكم في التعاليق الله يسهل عليكم اخوتي، بغيت نعرف الراي ديالكم في هذه الفاجعه، في هذه المجرمه هذه اللي تسلطت علينا بعد البقا هذه، معناتها هذه راه دجاله هذه، والله الا دجاله هذه، ما عارفين تسلطت علينا الله يستر. كلشي تهدى، انا اليوم ضرني راسي ضرني راسي قتلني راسي، ما نكذبش عليكم اخوتي الله يشافيني وصافي. عرفتي مرات شنيتي كحركة ديال شي مجمر اليوم ولا شي حاجه والله الا قاعد صافي كنت منهش راسي من المخده، سمعت هذه استفزتني قلت الله ندير فيديو. خوتي المشاهدين بلغ ضيدي، تحياتي لكم اخوتي العزاز، الى فيديو قادم ان شاء الله، دوزو بخير.